الزمالك عنده مشكلة تانية. عارف انت جديد محمود حمدي الونش كان ساهم فيه وقتها عضو مجلس الإدارة السيد هاني برزي، وراجل عنده شركاته اللي لها منتجات غذائية. فالراجل الحقيقة قال ان هو هيتبرع على مدار الثلاث سنين بثلاثة مليون وشوية في السنة، يعني حوالي 10 مليون جنيه في الثلاث سنين بتوع الونش تقريبا يعني. فحط اعلانات وحط حاجات وعمل له قصص كده من اعلانات داخل النادي. جات اللجنة اللي بتدير النادي فبتعتبر ان اي حد من اللجنة السابقة بتاعت الكابتن حسين لبيب فهو من الاعداء. قاموا رافعين الاعلانات اللي كانت محطوطه للونش بالمنتج الغذائي بتاع هاني بيرزي اللي كان عضو في اللجنه السابقه بتاعت الكابتن حسين لبيب، والراجل مشكور اتبرع بالفلوس دي وقال لك عشان يجدد عبد الشايف سوري الونش العقد بتاعه. فاصبح دلوقتي مشكله لما تترفع الاعلانات من داخل النادي الاوت دورز والكلام الكبير اللي موجود في النادي لمجرد ان هي حاجه خاصه بهاني بيرزي، فاصبح ده موجود في العقد ولا يطبق، فهاني بيرزي اكيد مش هيدفع الفلوس دي. فاصبح الوقت الزمالك داخل في قصه جديده مع الونش، مين هيديله ال 10 مليون جنيه دول اللي هم متقسمين على كام سنه؟ مين هيدفع له الفلوس دي ان كان انت رفعت الاعلانات اللي كانت مقابل سداد بيرزي للفلوس دي للونش؟ دي مشكله وقع الزمالك فيها حقيقه خلال الفتره اللي فاتت، وعليه ان هو يتابعها بشكل كبير جدا.